وين هام جوزيف؟ من وين جوزيف؟ حلوة يا أبو حاتم حلوة، ما عاد تعرفها لأم جوزيف؟ يكون حكينا شي بيضحك وما لنا خبر. عمي أبو حاتم سألك مين أم جوزيف؟ على راسي يا حارة الضبع، هلا ما عاد تعرفوها لأم جوزيف؟ شو؟ أم كأن ما دارت لك هاي؟ ما منعرف حدا بهالاسم. خير يا جماعة شو في؟ أهلين بالشيخ عبد العليم. خير يا جناب الضابط. منين الخير بده يجي يا شيخ؟ عنا أوامر بتفتيش الحارة بيت بيت. بتفتيش الحارة؟ ليش؟ أم جوزيف هربت مبارح من المستشفى، القيادة العليا شاكة إنها متخبية عندكم هون بحارة الضبع. هلأ كل ما صار شي بهالشام كلها كنت على الأوبر عادنا تتهمونا فيه؟ هاي الحارة ما بتتفتش إلا على جستي. يا مامون بيك نحن عنا أوامر بتفتيش الحارة، إرني إرني وأوضة أوضة. هاي الأوامر بتنعوها وبتشربوا ميتها. إيش الشغلة شوربة فايتين طالعين على كيفكن؟ وإمتى ما بدكن؟ لحمة الحارة إلى كبير ولازم تستأذنوها قبل ما تفوتوا لهون. إيوه مين هذا الكبير بقى جنابها؟ لا أنا أصغر واحد بهالحارة، كبيرنا بحاتم ومعتز عقيدنا وكلمتنا بتمشي على الكل. بعدين نسيانين إن البيوت لها حرمة وجايين تفوتوا على البيوت وتفتشوا الحريم مشان واحدة هربانة؟ حلو والله أو رحمة عمي الزعيم أبو صالح إذا واحد من عناصرك بيفوت على بيت من البيوت وبيفتش حرمة واحدة لخلي شباب الحارة ينطفوا أسنانهم. مامون بك نحن عنا أوامر عليا وعم ننفذها، أنت هيك عم تعرقلنا، نحن بنتحاسب. عليا صغرى أنا ما بفهم، البيوت ما بتتفتش، وين فايت عم تعفس بالفصة؟ مو هيك يا عقيد؟ مو هيك يا أبو حاتم؟ أبو كامل عطاك الإفادة من الآخير، إذا بدك تفتش على السلاح أهلا وسهلا نحن جاهزين، أما شيت إنك تفوت على البيوت وتفتش الحريم فهي مالك قدها وكبيرة كتير. هلا أنت بتعرف إن أم جوزيف اللي عم تدوروا عليها ممكن تمر من قدامنا كلياتنا لا حدا يعرفها ولا يلطها؟ بقى بتزرر لي زرك الفلتان وبتروح لعند أسيادك وبتقول لهم دورنا بحارة الضبع بيت بيت على أم جوزيف، لا لقينا أم جوزيف ولا غيرها. الله معك. يا الله محييك يا أبو كامل. الله محيي أصلك يا أبو كامل، بيضت والله. لا ولو يا شيخي، معقولة أي واحد بالحركة ممكن يعمل اللي عملته أنا؟ مو هيك يا أبو حاتم؟ أي واحد شريف وقبضاي وبيغار على الحارة بدافع عنك.